سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم ازيكم يا احلى واجمل فانيليات يا رب دايما تكونوا بالف صحه وبالف خير انا النهارده طالعه احكي معاكم في حاجه مهمه قوي ويعني برضه في توقيت قاتل كده باذن الله تسعير نواعم العيد كل الناس ما شاء الله طلعت تعمل وصفات ربنا يبارك للجميع يا رب بس ما حدش بيقول للبنات ازاي تسعروا انا استخدمت يعني سمن عادي ولا مخلط استخدمت حاجه مثلا بلدي استخدمت زبده نيوزلندي ولا زبده عاديه نباتي استخدمت ايه طب كلفت ايه طب الكيلو دي ده طلع لي قد ايه مثلا عمل معايا بعد الفينش وبعد الخبز وبعد التزيين عمل معايا كميه قد ايه فابدا اقسم التكلفه واعرف سعر الكيلو كام تكلفه سواء بقى طبعا باي خامه بستخدمها وابدا اهباح انا على اي اساس انا طالعه في الكلام ده النهارده ان شاء الله تسعير كل نواعم العيد كحك بتيفور غريبه بسكويت وكمان السبليل الفاخر باذن الله باذن الله هعمل معايا تسعير بالثلاث جودات الجوده العاديه والجوده المخلطه والجوده الفاخره يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول انا هبدا معايا هنا بتكلفه الكحك لكل واحد كيلو طيب ليه بعمل لكل واحد كيلو عشان انتي تبقي الكسبانه بمعنى ايه بمعنى ان مفيش بنت من البنات الاونلاين اللي بتشتغل او اي مصنع او اي محل او اي حاجه من الحاجات دي طبعا تسعير المصانع ده ليه حاجه تانية خالص لان ما شاء الله بيجيبوا بكميات جامده جدا فبالتالي بياخدوا سعر جمله ما هما هم ومال الكلام ده خالص انا بتكلم عن البنات اللي شغاله في البيت مفيش بنوته بتعمل واحد كيلو دقيق اقل حاجه اقل واحده خالص خالص هتعمل من خمسة 10 كيلو دقيق لكل نوع سواء, سواء بقى كحك غريبة وات تمام فانا ليه عامله لكل واحد كيلو لان لما بعمل على التكلفه القليله بتبقي انت الكسبانه في التكلفه الكبيره لان معروف ان كل ما زادت الكميه كل ما التكلفه معاكي هتقل فبالتالي انت اولى بفرق السعر ده تمام تمام اول حاجه انا مقسماهم هنا طبعا حتى المقادير بتاعتي اللي انا بشتغل بيها بتاعت الكيلو الكحك اللي عندي وعندي الثلاث جودات عادي ومخلط وفاخر انا طبعا مش هقدر في الارقام دي كلها لا الارقام دي كلها انا هسيبها لك عندي على الجروب هنزلها بجوده كويسه كده عشان تاخديها سكرين شوت او هسيبها لك هنا في في المنتدى بتاع القناه برده تاخديها سكرين شوت او لو حابه تاخديها سكرين شوت من دلوقتي من على الفون اهلا وسهلا اول حاجة هبدأ اشرح لك بقى كده شرح سريع اول حاجة كيلو دي اللي عندي انت عندك عادي كيلو دي ب 18 عندك المخلط والفاخر يعني ايه مخلط ويعني ايه فاخر يعني لما بخلط هنا السمنة او الزبدة انا بكتب عليه مخلط انا بستخدم في المخلط نفس الدي الفاخر تمام فهستخدم هنا ب 28 و 28 لكل كيلو دي ليه هو كيلو دي الفاخر بكام انا بستخدم دي الضحى ده ب 28 جنيه كيلو طيب اشمعنى لان دي الضحى يعتبر جودة كويسة جدا وارخص سعر موجود في السوق بالنسبه للدقيق الفاخر طيب ايه هو الدقيق الفاخر اللي في السوق عندك الضحى عندك سنبلة الفرات عندك الكوثر عندك دوبيلا وطبعا عندك خمس نجوم كل دول اسماء شركات لدقيق فاخر موجود في السوق بالنسبة للسمن السمن لو انت بتستخدمي السمن اللي هو النباتي اللي هو زي جنة زي كريستال زي الروابي زي الحاجات دي فده بيكون فيها سعر كيلو من سبعين لغاية تمانين جنيه تمام تمام فانا لما هستخدم خمسمية وخمسين جرام سمنة يعني اربعين جنيه مخلط يعني ايه مخلط يعني بخلط السمنة البلدي او السمنة الشيرتون او السمنة الحلوب المثالية بخلطها بالنباتي تمام انا ما بشتريش مخلط مش عارفة ما بحبوش لان انا مش عارفة هم مخلط بنسبة كام لكام انما انا لما بخلط بخلط نص النص تمام فببقى عارفة انا مخلطها بنسبة كام لكام لما هتخلطي هتبقى بخمسة وتسعين طب جبتي الرقم ده منين يا روعه لان السمنه الشرتون الاصليه او الحلوب المثاليه طبعا دول انضف انواع سمنه في السوق او الكيلو ب 280 جنيه فلما يبقى الكيلو ب 280 لما هخلط نص من هنا ونص من هنا هيعمل معايا مخلط 95 الفاخر هيعمل معايا نص كيلو او 550 جرام سمنه 145 جنيه تمام ببدا احط عندي المقادير بالشكل ده وببدا استخدمها هعرفك بس هنا حاجه هنا مثلا في العادي انا لما بستخدم ملبن بستخدم 800 جرام ملبن لكل كيلو يعني ب 21 جنيه هنا لما هستخدم الملبن مع ال 250 جرام عين جمل انا مش هكتبه في العادي لان مفيش جوده عادي بنستخدم فيها عين جمل لا ده بنستخدمها في المخلط وفي الفاخر فهستخدم 400 جرام ملبن ب 11 هستخدم 250 جرام عين جمل ب 60 جنيه تمام عشان تبقي بس فاهمه الدنيا هنا ماشيه ازاي طيب كمان بحسب ساعه للفرن ب 10 جنيه اشمعنى ساعه يعني لان انا حاسبه ان تكلفه انبوبه الغاز نفسها دي بتقعد معايا 20 ساعه فرن 20 ساعه فرن لو انا شغلها فرن بس من غير بوتاجاز 20 ساعه فرن يعني الساعه هتبقى ب 5 جنيه تمام بس انا هنا عامله لك الدبل تمام علشان خاطر تبقي انت مكلفه بوسع شويه فبالتالي ما ياثرش معاكي في الربحيه بتاعتك فانا عامله لك ساعه الفرن مش مش ب 5 لا انا عاملاها ب 10 جنيه طيب الاجمالي لما نيجي نحسب دول يطلعوا ب 105 دول ب 224 دول ب 276 كل مره طبعا بنعلب التكلفة لان احنا مستخدمين حاجات افضل شويه لما اشوف اجمالي الوزن الكيلو الدقيق ده عشان تعرفي هو بتقسم على كام لازم تعرفي هو بيطلعلك لك قد ايه كيلو الدقيق بعد بعد الفينش بتاعه بيطلع لي كيلو و850 جرام تمام لو مخلط هيطلع لي كيلو 750 جرام لو فاخر هيطلع لي كيلو 750 جرام لان عين الجمل اخف من الملبن تمام فبالتالي هيقل معايا شويه في الوزن كده انا عرفت كل كيلو دقيق بيطلع لي قد ايه اذا لما اشوف صافي التكلفه لكل كيلو لما اقسم ال 105 على الكيلو 850 هيطلع لي ان سعر الكيلو الكحك بعد ما خلصته 57 جنيه هنا هيطلعه لي ب 128 هنا هيطلعه لي ب 157 جميل قوي ابيعه بكام بقى روعه ابيعه بكام؟ ابيعه بكام دي الدبندز يعني هي بتعتمد على حاجات كتير، اولهم سعر المنافس اللي عندك بيبيع بكام؟ هل المنافس ده بيستخدم نفس خاماتك ولا ما بيستخدمهاش؟ تمام؟ شكل الفينش بتاعك، هل انت عند ناس بيقدروا الجوده والحاجه الكويسه فهتعملي اصلا مخلط وفاخر ولا انت عند ناس بيحبوا الحاجه الحنينه شويه فهتعملي العادي، تمام؟ حاجه كمان عايزه اقولها لك. مفيش حد مفيش حد اسمه انا شاطر قوي فبعمل بمخلط وفاخر وده مش شاطر ومش حلو حاجته مش قد كده فهيعمل بالعادي لا الناجح هو اللي بيبيع يعني أنا لو في مكان شعبي لو أنا عملت مخلط وفاخر هبقى أنا كده حد فاشل لأن أنا مش هبيع الكلام ده هيقعد عندي إنما أنا لو اشتغلت بالديل العادي وبالخامات العادية وعرفت ابيعها في المكان الشعبي يبقى أنا كده عشرة على عشرة فيش حد أبدا يقدر يعاول عليا بأي كلمة تمام؟ فما فيش حاجة اسمها حد فظيع وحد مش فظيع عشان بيستخدم خامات الشاطر اللي بيعرف يبيع خليكي فاهمه الجزئيه دي كويس طبعا كل الورق ده زي ما قلت انا هسيبهولك موجود معاكي في الجروب بتاعنا وهسيبهولك كمان في في المنتدى وهسيبهولك هنا كمان في اخر 10 ثواني من الفيديو هسيبلك كل الورق ده تاخديه سكرين شوت زي ما تحبي عشان دايما يفضل مرجع ليكي نيجي تاني لمنطقه التسعير هنسعر بكام او هنطلع بكام طبعا كل سعر من دول هيطلع تكلفه مختلفه في ناس بتحسب المصنعيه بتاعه كيلو الدقيق من اول 30 جنيه بس انا ان دي حاجه مكحفه يعني لان مش صح خالص ان طبعا كل اللي شغالين في المجال ده عارفين قد ايه المجال ده متعب ومجال النواعم بتاع العيد ده متعب 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 ومرهق لاقصى حد وكمان بنشتغل في رمضان صايمين ورمضان ضايع فالدنيا مش 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 حلوه يعني ففكره 30 جنيه انا شايفاها قليله اعتقد ان انت لو زودتي عن كده برضو السعر هيبقى معقول وهتقدري تبيعي كويس تكسبي كويس وتعوضي التعب ده انا بقول لك 30 جنيه ده طبعا بدايه بدايه في ناس مصنعيتها ب 50 جنيه للكيلو 60 جنيه و70 جنيه كل واحد على حسب المكان اللي هو فيه وبيطلعه بقد ايه تعالي نشوف مع بعض تكلفة الغريبة لكل واحد كيلو طبعا خلاص انتي عرفتي الستاندرد اللي انا ماشية بيه انا بس هقولك شوية ملحوظات من كل ورقة عشان خاطر تبقي عارفة بس الورقة ماشية ازاي مثلا لما بنعمل في العادي بنحط اللي هو الخرز اللولي القابل للاكل في الغريبة اللي هو التزيين ده بياخد اتنين علبة الاتنين علبة دول بخمستاشر في العادي طب لما بعمل مخلط او لما بعمل فاخر ما بحطش لولي بحط حاجة اعلى شوية فبياخد معايا الكيلو الدقيق 250 جرام مكسرات بندق على لوز تمام 250 جرام مكسرات ب 65 جنيه في المخلط وفي العادي فبالتالي هيفرق معايا هنا في السعر هنا سعر الغريبة عندي 88 هنا 204 هنا 254 طب اجمالي الوزن عايزه برضو اقول لك على حاجه في منطقه اجمالي الوزن دي آه بيطلع معايا كيلو و400 جرام كيلو و400 جرام هو اقل كميه هتطلع لك من الكيلو ليه ليه لان انا عامله كيلو واحد بس انت لما بتشتغلي ما بتشتغليش بالكيلو بتعملي كميه اقل حاجه 5 6 كيلو هيطلع معاكي من الكيلو الواحد من كيلو 600 لكيلو 650 جرام علشان هيطلع معاكي كده ربع كيلو زياده فربع الكيلو زياده ده انت اخداه صافي ربح ليكي كامل لان هو اصلا مش محسوب معاكي في التكلفه فانت تكلفته وربحه عليكي انت انت اللي هتستفيدي بيه فلما بحسب على الكيلو 400 جرام اللي طلعوا لي من الكميه دي بيطلع سعر الكيلو في العادي طبعا الارقام دي هي اكتر ارقام تهمك هو الرقم ده اللي هو الكيلو 400 جرام الرقم ده اللي هو 63 جنيه الرقمين دول هم دول اكتر ارقام يهموكي في الورقه دي طبعا بعد ما تاخدي المقادير تمام هنا هيطلع لك ب 63 جنيه هنا هيطلع لك ب 145 وهنا هيطلع لك ب 181 181 كيلو غريبه ايوه لان إنتي مكلفاها سمنه شيرتون سمنه شيرتون ب 280 جنيه شيرتون الاصليه الحلوب اسمها الحلوب المثاليه لان إنتي مستخدمه سمنه شيرتون وعايزه اقول لك على حاجه برده هنزل لك في في الصور اللي في المنتدى شكل الشيرتون الاصليه لانها اتغشت وفي حاجات تانية اسمها شيرتون بس هي مش شيرتون كمان الحلوب مكتوب جنبها الحلوب المثاليه برده هنزل لك صورتها you او السمنة البلدي اللي انت جايباها من حد انت واثقه فيه بتوصل والله العظيم ل 280 جنيه الكيلو في الشيراتون وفي الحلوب والبلدي من 260 ل 280 في الرينج ده في برضو سمنة بلدي بس مش واو يعني ب 220 فما مرشحهاش يعني هتشتغلي بخامات تشتغلي باحلى خامات عشان تطلعي احلى حاجه فانت اصلا مكلفه 181 فلما يتباع مثلا ب 230 و... 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 او ب 240 والله اتس يعني ده عدل جدا لان انت بايعه لفئه عايزه حاجه فظيعه بتدوف في البق حاجه كده فاخره كان عنده رخيص وما راحش اشترى طيب تعالوا نشوف مع بعض تكلفه البيتي فور لكل واحد كيلو، طيب احنا زي ما اتفقنا متفقين هنا على كده زي ما احنا ماشيين بالنسبه للعادي والمخلط والفاخر النيوزلندي طيب ال 750 جرام زبده في الجنه هتاخديها عندك ب 67 جنيه يعني كل كيلو دقيق هياخد 750 جرام زبده لو بتستخدمي عادي هتستخدمي ب 67 جنيه، لو هتستخدمي مخلط يعني ايه مخلط؟ يعني نص مثلا من جنه ونص من الفونتيرا، الفونتيرا دي الزبده النيوزلندي الاصلي اللي يعني يعني المستورده الحاجه واو ما حصلتش يعني لو هتستخدمي مخلط هتستخدمي نص من هنا ونص من هنا فهيطلع معاكي 138 لو استخدمتي الفاخر النيوزلندي اللي هي الفونتيرا هتبقى ب 210 لان انت مستخدمه 750 جرام تمام لان سعر الكيلو فيها 280 جنيه تعالي نبص بصه سريعه كده على الاسعار عندك الزبده العاديه جنه وكريستال وفرن من 80 ل 90 جنيه للكيلو الزبده المخلطه بالنص من النوعين اهي هتبقى عامله معاكي 180 جنيه للكيلو عندك الزبده النيوزيلندي فونتيرا فنت... ب 300 جنيه للكيلو لو أنتي شاريها قطاعي لو أنتي شاريها جمله هتبقى ب 280 جنيه جميل عندك كمان 200 جرام سكر بص يعني هنا حاسبه سكر عادي لكن في المخلط والفاخر انا بستخدم سكر الضحى فعامل معايا سعر اعلى شويه تمام إيه هنا مثلا هستخدم مكسرات في العادي مش هستخدم شايفه انا سايبه الخانه فاضيه هستخدم 150 جرام مكسرات من كل نوع ده اللي بيكفي تكلفه اللي... ده اللي بيكفي 1 كيلو بي بيكفيه 150 جرام طيب هحطهم فين هحطهم هنا وهحطهم هنا لان العادي انا ما باخدش فيه مكسرات خالص طيب هنا بقى 150 جرام جوز هند زائد فارماسيل ده التفنيش بتاع العادي شايفه انا كاتبه 15 جنيه هنا 50 جرام زيت للشوكولاته دي اللي انا بسيح بيه الشوكولاته عشان تبقى مرنه معايا والفرن برده عامله لك 10 10 10 في كل نوع جميل الاجمالي هيطلع لي من هنا هنا 150 جنيه هنا 271 هنا 343 طيب اجمالي الوزن طبعا البتيفور بيرمي معاكي كميه كبيره ليه لان البتيفور لسه بيتلزق وبعد ما بيتلزق بياخد شوكولاته من فوق الوش وبعدين بياخد جوز هند او بياخد مكسرات فكل ده وزن في الاخر بيطلع معاكي تمام فهو بيرمي معايا كويس انا عامله لك اقل كميه بيرميها فور هي 2 كيلو بس هي دي اقل اقل كميه إيه حتى من الكيلو الواحد ممكن يطلع معاكي 2 كيلو وربع تمام فطبعا كل ما كترتي كل ما التكلفه معاكي هتقل كده صافي التكلفه للكيلو الواحد من كل نوع لما بقسم ال 150 جنيه على ال 2 كيلو بيطلع معايا سعر الكيلو الواحد 75 جنيه في العادي 135 جنيه في المخلط 171 جنيه في الفيديو. فخر. جميل تبيعى بكام هسيبلك اللينك بتاع التسعير فات بنات كتير اوى اوى فى موضوع الكيك والتورتات هسيبهولك لان الاساسيات واحدة سواء هنا او هنا الاساسى عندنا واحد هسيبهولك تحت فى صندوق الوصف ان شاء الله تنتفعى منه تمام بالنسبة لتكلفة السابلية السابلية أنا بعمله لكل 750 جرام مش لكل كيلو تمام لأن هي المقادير بتاعتها بتبقى كده بالنسبة للسابلية مفيش فيه خانة العادي لو هتلاحظي مش هتلاقي خانة العادي لأن طبعا السابلية الفاخر بنستخدم فيه يا إما منتجات مخلطة يا إما حاجة فاخر نيوزلندي ما بستخدمش فيه دقيق عادي ولا زبدة عادية خالص لأن السابلية الفاخر ده بيبقى ليه زبون مميز كده فبنظبط له الخامات شوية بالنسبة للمخلط بياخد عندي دقيق عادي 13 ونص في المخلط وبياخد عندي دي ضحى ب 21 جنيه بياخد 500 جرام زبدة طبعا مخلطة 20 و 70 يبقى 90 جنيه لو هتاخدي فونتيرا بس هيبقى ب 140 جنيه دي الفاخر لو هتاخدي مخلط بس هيبقى ب 140 جنيه اللي هي زبدة فونتيرا بياخد ربع كيلو سكر هنا ب 4 ونص هنا ب 5 ونص عشان مستخدمة ضحى مكسرات 250 جرام في الاثنين زي بعض شوكولاته سما 400 جرام ب 40 جنيه هنا زي بعض زيت وكمان 250 جرام جناش للطرط لان السابلي بنعمل فيه الطرط الصغير اللي بيبقى على قد البق كده ده بياخد فيه جناش كويس فمستخدمه للجناش 20 جنيه و20 جنيه لكل نوع جميل الاجمالي اللي عندي 267 الاجمالي اللي عندي 326 بيطلع لي قد ايه كل 750 جرام بتطلع لي كيلو 650 جرام لانه بيوزن معايا كويس قوي لانه واخد جناش وشوكولاته ومكسرات و... وكل ده في الاخر بيوزن معايا جامد صافي التكلفه لواحد كيلو من كل نوع هيبقى 162 جنيه سعر الكيلو هنا وهنا 197 جنيه سعر الكيلو هنا طبعا بقصد بكلمه السعر سعر تكلفه سعر تكلفه البيع ده لسه بتاعك تمام لسه فاضل اخر حاجه معايا اللي هي تكلفه البسكويت لكل 750 جرام طبعا اقصد بيه بسكوت الزبده ده بيبقى 750 جرام دقيق انا بستخدم في العادي 13 مخلط 21 في اخر 21 بستخدم فيه 500 جرام زبده 250 جرام سكر 5 بيض 40 جرام حليب بودره ساقعه للفرن كده هو هيطلع معايا اجمالي العادي 94 جنيه المخلط 153 الفاخر 203 هيطلع معايا اجمالي وزن قد ايه هيطلع معايا كيلو 350 جرام من كل نوع طب صافي التكلفه لكل كيلو كده اذا سعر الكيلو العادي اللي عندي تكلفته 69 جنيه سعر الكيلو المخلط تكلفه 100 جنيه سعر الكيلو الفاخر تكلفه 150 جنيه تقدري بقى تبيعي زي ما انت عايزه تبيعي بالسعر اللي يناسبك ويناسب منطقتك ويناسب الناس اللي هتشتري منك وعندي ليكي اختراح لطيف اللي هو انا بعمل كذا وكذا وكذا وانت حط نفسك في الكاتيجوري اللي انت عايزه، حط نفسك في في الفئه اللي انت عايز تاخد منها، عندي جوده عاديه بكذا، عندي جوده مخلطه بكذا، عندي جوده فاخره بكذا، وهو بيختار اللي هو عايزه، اتمنى تكون حلقه النهارده مفيده وجت في الجون وجت في معادها لان بنات كتير 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 طالبين تسعير نواعم العيد ومش عارفين يشتغلوا ولا يدوا سعر العميل غير لما يشوفوا التكلفه. فالأول كام بسعر النهارده بسعر بسعر النهارده 8 رمضان 2023 آه عايزين يعرفوا السعر كام فاتمنى ان شاء الله ان حلقه النهارده تكون مفيده لو عجبتكم الحلقه بليز لايك وشير لايك وشير لايك وشير عشان توصل لاكبر قدر من الناس اللي محتاجاها وان شاء الله بالنفع ليكم نورتوني وشرفتوني وصباحكم دايما زي الفل